ازيكم؟ صديقة من الصديقات لسه متزوجة حديثا، بندردش سوا، فبتقول لي مع كل المشغوليات ازاي بتحافظي على البيت نظيف. فطبعا في فيديو عملته قبل كده عن الموضوع ده، بس حبيت اعمل فيديو تاني عشان اجاوب برضو على السؤال، والمرة دي هركز على كل منطقة او كل اوضة في ال... انا دايما في ال... بحب ابتدي بالمطبخ، لان المطبخ هو بيسموه قلب البيت، الهارت بتاع البيت. لما بيبقى المطبخ نظيف تقريبا الواحد بيحس ان كل حاجة في البيت نظيفة. اهم حاجة عشان نحافظ على نظافة المطبخ هي ان احنا نتخلص من الكركبة. بصراحة انا شفتها ان اغلب السيدات العربيات عندنا هوس بأدوات المطبخ، وعندنا كده نشوة جميلة جدا لما بنروح نشتري حاجات للمطبخ، كذا طقم حلل، كذا نوع من أنواع الكاسات، صواني، مقاسات، وفي نهاية اليوم ما بنستخدمش أكتر من 20% من الحاجات اللي موجودة في المطبخ بتاعنا. أول حاجة لو فعلاً فعلاً عايزة توفري على نفسك وقت وجهد وتخلي مطبخك دايماً نظيف وجميل وحلو، هو إن أنتي تقيمي كل الحاجات اللي موجودة في المطبخ اللي فعلاً بتستخدميه، هو اللي تخليه الحاجات اللي في المرتبة التانية اللي هي بتستخدم من كل فترة لفترة تتحط في الأرفف العالية أو في الحتت البعيدة، الحاجات اللي نو واي إن إحنا نستخدمها نتخلص منها، نديها هدايا حتى لو في إمكانية إن إحنا نبيعها ونجيب كاش للبيت يكون أحسن. أهم حاجة إن يكون عندنا قلب جامد كده ونخلي بس اللي إحنا محتاج. النقطة التانية برضو في الحفاظ على نظافة المطبخ إن يكون في روتين على طول في المطبخ، إن الحوض دايما نحاول نخليه فاضي، نحاول نخليه دايما الحاجات اللي فيه تتغسل أول بأول، ما نسيبهاش تتراكم، لأنها لما هتتراكم هتبقى عملية التنظيف مرهقة. نيجي بقى للحمام. الحمام فيه نوعين من التنظيف، التنظيف السريع والتنظيف الجامد القوي. التنظيف السريع ده يعني غالبا بيكون الافضل الاحسن له انه يتعمل كل يوم، بمعنى ان يكون في الحمام بخاخ منظف للحمام، او لو بنحب ان احنا نستخدم حاجات طبيعيه يبقى ميه وخل وشويه كربونات صوديوم، او حتى ميه وخل بس، وكل يوم مره واحده بس نرش الاسطح ونرش التويلت ونرش الاسطح دي وننظفها، حتى مش بفوطه بكلينكس او باي حاجه ديسبوزابل، وننظفها ونرميها وخلاص. التنظيف اللي هو الاسبوعي اللي هو الديب اكتر ده بقى بندعك ونصبن والحاجات دي كلها، لكن التنظيف المره في اليوم ده هيخفف كتير جدا جدا من التنظيف الديب العميق اللي بنعمله مره في الاسبوع. غرف النوم النقطة الأساسية إن السرير لازم يتعمل كل يوم، أو أحيانا الناس اللي هي مثلا إيه بتنام على العصر شوية برضو أول ما نقوم من على السرير نرتب السرير على طول، بيدي فرق فظيع جدا 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 في الأوضة. و لما بندخل الاوضه كده بنحس الله ده الدنيا مترتبه. النقطه الثانيه بقى هي الهدوم. الهدوم يا اما نظيفه يا اما ملبوسه. الهدوم النظيفه لازم تتعلق في الدولاب على طول، الهدوم الملبوسه تتحط في باسكت الغسيل. احسن حاجه ان يكون في الاوضه باسكت لتجميع الملابس المتوسخه وتتحط فيها، والنظام ده نعرفه للزوج وللاولاد حاجه بسيطه كده، قلعت الهدوم لسه يعني هتتلبس تاني ولسه فيها الرمق ممكن تتلبس تاني، تتعلق على الشماعه وتتحط في ساعتها، خلاص مش هتتلبس تاني تتحط في الباسكت بتاع الغسيل.
الحاجة التانية كمان الأسطح، الترابيزات، الكومودينو، المراية. أنا بشوف الصور العرايس الجداد والتسريحة بتاعتها كأن الواحد دخل محل أدوات تجميل. كل الميك اب بره، كل البرفيومز بره، احيانا الحاجات بالعلب بتاعتها، الميك اب العلب الكبيره، كل ده مفيش، كل ده يتشال اصلا، يتحط في الادراج ومحدش هيشوف الحاجات دي. يعني ممكن تستعرضيها في الاسبوع الاولاني لما الناس تيجي تزورك، بس في النهايه الحاجات دي كلها كركبه، وعشان التسريحة تتنظف لازم الحاجات دي كلها تتشال ويتنظف من تحت منها وترجع تتحط تاني. كل ده وقت ضايع وجهد ضايع. احسن حاجة ان كل الحاجات دي تتشال، او يبقى في زي صينية صغيرة، تري صغيرة فيها الحاجات الاساسية فقط اللي هنستخدمها. لو في ميك اب يبقى في شنطة ميك اب صغيرة هي اللي محطوط فيها الحاجات اليومية اللي الواحد بيستخدمها، يبقى في مثلا كوباية او ستاند للفرش محطوطة فيه. البرفيوم لو الواحد عنده 50 ازاز برفيوم مش بيستخدمهم كل يوم، يبقى بس ايه اللي بيستخدم، والباقي يتحط جوه الادراج، فيبقى تنظيف سهل جدا، وفجأة هتلاقي الدنيا كده وسعت والمكان نور. النقطة التانية دي قاعدة تسري على اي حاجة في البيت، على اي منطقة في البيت، او على اي اوضة في البيت، او على اي ركن في البيت، وهو ان الحاجات يكون ليها اماكن محددة. المفاتيح، الموبايلات، الحاجات دي يبقى ليها اماكن محددة. مثلا في مدخل الباب، في مدخل باب الشقة يكون في بوكس صغير، او يكون في فازة شيك، او يكون في حاجة شيك كل اللي يجي يحط المفاتيح فيها. لو عملنا اماكن لكل حاجة هيبقى سهل جدا، ومع الوقت كل افراد الاسرة هيعرفوا، وكل واحد ياخد اللي هو الحاجة اللي استخدمها ويروح مرجعها تاني. النصايح دي هتخلي بيتنا مرتب طول الوقت ونظيف طول الوقت، وعملية الصيانة اليومية للبيت اسهل بكتير. ارجو ان انتوا تكونوا من متابعين القناة وتشتركوا في القناة، دوسوا على سبسكرايب، وفي كمان صورة جرس صغير كده لو دوستوا عليها هيجيلكم كل ما اعمل فيديو جديد هيجيلكم نوتيفيكيشن ان في فيديو جديد اتعمل. وياريت تكتبولي في التعليقات اذا كان في حاجة تانية انتوا بتعملوها عشان تحافظوا على نظافة وترتيب البيت. وعلى فكرة الفيديوهات دي مش للستات بس، حتى كمان الرجالة ممكن يستفيدوا منها.